تعالوا بقى نروح نتكلم بقى، لسه معانا النهائي واجواء النهائي، وتعالوا نشوف لعيبه الاهلي قالوا ايه عن المباراه لوسائل الاعلام، ونرجع نكمل كلامنا تاني. طبعا اصابه علي معلول كانت مفاجاه لينا كلنا، وحاجه يعني ما كناش نتمناها. ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، مش فيه وعافيه يا رب. بس طبعا انا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت ومركز في الماتش كله. دخلت في الدقيقه الاولى، دخلت في الدقيقه الاخيره، دخلت في اي وقت، لعبت في اي مكان، انا ما عنديش مشكله. بقدر اركز في الواجبات اللي عليا والحاجات المطلوبه مني، ايا كان هلعب فين او امتى، ما بيبقاش فارق معايا غير ان انا افيد الفرقه واساعد الفريق قدر الامكان. يعني حته انه الماتش الجاي او هنعمل ايه او هننفذ ايه، لا دي لسه ما مش حاجه يعني ان احنا نتكلم فيها دلوقتي. يعني طبعا ده اول نهائي ليا اشارك فيه في الملعب يعني، واه طبعا البطوله الافريقيه او نهائي افريقيا حاجه كبيره جدا وحلم من ايام الطفوله، يعني ان انا العب في نهائي افريقيا واجيب بطوله للنادي باذن الله، وان شاء الله احققه. طبعا الفريق الترجي فريق كبير، ومن وانا صغير بشوفه بيلعب النادي الاهلي في الادوار اللي زي كده، وشرف كبير لاي حد ان هو يلعب ضد اسم كبير زي الترجي. هو الماتش كان صعب على الفرقتين وكان ماتش تكتيكي اكتر، فما نقدرش نحكم على حاجه زي كده. من يعني ده اللي حصل ودي النتيجه اللي حصلت يعني، وان شاء الله نقدر نحقق نتيجة إيجابية هنا بإذن الله. لا طبعا الجماهير بتكون في ظهرنا وبتكون داعم لينا كبير، ما نقدرش نقول إن هي تبقى ضغط علينا قوي، لأن هي أصلا هي اللي بتدفعنا لقدام وهي اللي بتساعدنا إن احنا نكون أحسن إن شاء الله. قول علي معلول يعني إصابته جت مفاجأة لينا كلنا، وكلنا كنا زعلانين عليه، فإحنا كنا على الدكة فكنا زعلانين جدا، لأن كنا حاسين بيه قوي إن هو كان نفسه يلعب الماتش ده، وكان نفسه يعمل حاجة في ماتش النهائي للنادي الأهلي بس فكلنا زعلانين عليه، وإن شاء الله بإذن الله هيرجع أقوى من الأول، وإن شاء الله نجيب البطولة دي نهدى له بإذن الله. يمكن الفريق الترجي طبعا السنة دي فريق قوي وفريق محترم، فبس طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يعني الماتش اللي جاي باذن الله احنا نكسب يعني ان شاء الله. لا انا رابع نهائي ليا، يمكن لعبت 3 نهائيات، خدت 3 بطولات الحمد لله، وان شاء الله الرابعه دي باذن الله ليا ان شاء الله. يمكن انا ما لعبتش الماتش النهائي الخامس. يمكن انت عارف الفريق كله كلنا هنا بنلعب بروح النادي الاهلي فرقه واحده، فكلنا بنساعد بعض وبنأهل بعضينا. اي 11 لعيبه هيلعبوا، كل اللعيبه اللي بره بتجهزهم عشان ان شاء الله باذن الله يعني نرفع الكاس ان شاء الله. انا يمكن اتمنى بس اي لاعب في النادي الاهلي يجيب جون بتتحسب للنادي الاهلي مش للاعيبه. اكيد فرقه الترجي عندها لعيبه كويسه وعندها امكانيات كويسه، وباذن الله يبقى ماتش كبير ان شاء الله يوم السبت. واكيد طبعا احنا مهتمين بالماتش عشان عارفين ان الترجي اسم كبير وفرقه كبيره وعامله ومدعمه صفقات كويسه وصفقات جديده ومدرب جديد بفكر جديد، فان شاء الله يبقى ماتش ان شاء الله يبقى ماتش قوي لينا وليهم. لقطه تاريخيه طبعا، وكانت لقطه عظيمه جدا، فكانوا يستاهلوا طبعا التحيه من اي حد عربي طبعا، مش مننا احنا بس. مهاره التسديد دي موجوده عند اي حد طبعا، وموجوده عند اي لاعب كره قدم، بس بتبقى على حسب يعني الموقع والبوزيشن اللي انت فيه. وانا في اغلب الماتشات يعني ببقى واخد تعليمات ان انا ابقى متاخر شويه، فدي لا دي مش يعني ملهاش علاقه، يعني هي بتبقى على حسب الماتش وسير الماتش. اكيد طبعا تبقى باذن الله حاجه كويسه وتفاؤل كويس للنادي، وباذن الله ناخد البطوله باذن الله ونفرح الجمهور يوم السبت ان شاء الله. في اختلاف، الترجي السنه دي احلى وفي وسط جمهوره وفي وسط تدعيماته، السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت. معلول لعيب كبير وخبره كبيره ومن كباتن الفرقه، فاكيد طبعا معلول هيأثر معانا بشكل كبير، بس اللي موجود ان شاء الله يؤدي المباراه بشكل كويس، واللي في مكانه ان شاء الله يعمل ماتش كبير، وكلنا بنساعد بعض وكلنا بنشيل بعض. زي ما حضراتكم شفتوا، روح لعيبه النادي الاهلي عاملين مقدرين فرقه الترجي، وده مهم جدا ان انت تبقى عامل حساب الفرقه اللي انت هتلاعبها وعارف انها فرقه محترمه وتديها الاحترام اللازم ليها. ده اللي احنا شفناه من لعيبه النادي الاهلي. كل لعيبه النادي الاهلي هتتكلم بنفس السياق ده، ان فرقه الترجي فرقه كبيره، فرقه محترمه، ماتش قوي، لازم تعمل حساب للمنافس بشكل كبير جدا، واللعيبة على مستوى عالي جدا من التركيز باين في كلامهم طبعا كلهم. عجبني جدا كهربا بيقول مش مهم مين يجيب الجول، المهم ان احنا ناخد البطوله. ده الشيء المنطقي، الفرقه كلها على قلب راجل واحد وكلهم عايزين البطوله، عايزين ال 12، كله عايز يعمل تاريخ لنفسه. معظم اللعيبه واخدين اكتر من بطوله دوري ابطال افريقيا داخل النادي الاهلي، فطبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ومهم جدا ان يفضل اللعيبه على حاله التركيز اللي هم عليها دي حتى يوم السبت ان شاء الله بعد بكره في الثامنه مساء.